صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين وصفات حلوه جدا وهتعجبكم. هنبداها كده بجلاش بالخضار، بس حشوه الخضار المره دي مختلفه. حاطين بطاطا مع بطاطس مع كوسه وشويه حاجات تانية كده هتعجبكم قوي، مع بصل وطبعا اللبن والبيض عشان الوش، وسمنه بلدي عشان يدي للجلاش طعم حلو جدا. عندنا النهارده الحلو كانيلوني، دايما متعودين نعمل الكانيلوني حادق، النهارده عاملينه حلو بالمهلبيه، وهتبقى بمهلبيه الشوكولاته، هيعجبكم برده قوي ولذيذ وجميل جدا. او مهلبيه بودره الكاكاو، يعني عاملينه بودره الكاكاو عشان تبقى يعني الوصفه صح. عندنا كمان النهارده مقبلات البطاطس بالخيار مع الزبادي، او يعني زبادي احلى ما زبادي او ايه قلنا، او لبنه لو عايزين، بس انا عاملاها النهارده بالزبادي، طعمه وحلوه وفي نفس الوقت مغذيه جدا وبتشبع وبتملى المعده كده، عشان احنا في الوقت ده يعني جعانين على طول، يعني طول الوقت عايزين ناكل. خلاص تعالوا مع بعض نبدا الوصفه الاولى، وصفه الجلاش، ونشوف محتاجين ايه. اول حاجه البصل الابيض، مكعبات البطاطس، مكعبات البطاطا. خلاص اول مره نعمل الميكس ده من الحشوه، بطاطا وبطاطس مع كوسه، بيض وسمنه بلدي، ثوم مفروم، كزبره، كمون، وكمان لفه الجلاش. خلاص خلينا نعملها في لا خلي المربعه للكانيلوني، ممكن نعملها في دي عشان ايه الباقي نحطه في الفريزر ونطلع نسخن على طول. هحط معلقه زيت مع معلقه صغيره من السمنه البلدي، وهحط البطاطا اول حاجه. خلاص الاول هحط كده السمنه مع حبه زيت، خلاص دي عشان الجلاش. دايما بقول سمنه او زبده مع الزيت، عشان الزيت بيخليه مقرمش والسمنه بتخليها طريه. هفتح كده لفه الجلاش، بس هحطها هنا كده، وفي نفس الطاسه دي هبتدي احط البطاطا، عايزاها طبعا تتشوح كويس عشان تبقى مستويه. هبتدي بقى ارص الجلاش لحد ما الحشوه تخلص. هندهن كده الصينيه زبده وسمنه، وبحب احط ما بين كل اتنين راق جلاش، مش راق واحد. خلاص اهو معانا ام محمد. صباح العسل. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازاي صحتك يا ست هدى؟ عامله ايه حبيبتي؟ ربنا يخليكي، صباح الفل. الجمال والحلاوه اللي انت عاملاها دي. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي. بنت جميله وعامله حاجات جميله اهو، شكرا لايديكي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. ربنا يديك يا رب يا رب واقف على رجليك يا بنتي. امين يا رب. حبيبتي عايز تساليني على حاجه؟ صبح عليكي بس يا جميل. صباحك زي الفل يا رب. مخلينا عايزين حاجه والله. شكرا ليك يا حبيبتي. عملنا كل الحلو والله الحمد لله، اهم حاجه بنشرح كويس وبتشوفي الوصفه. لا 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 طبعا ايوه، بنشوف كل حاجه حلوه منكم والله. حبيبتي تسلمي يا رب. ربنا يديكوا الصحه يا رب. شكرا ليك، شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل يا ام محمد. كده
نقلب كده البطاطا احط معاها البطاطس، ميكس جميل ولذيذ جدا. هسيبه كده بس شوية، وعلى فكرة ممكن نبشرهم كمان، يعني ممكن نخليهم مبشورين. هشوحهم بس وهتبلهم بالملح والفلفل واحط عليهم حبة مية عشان ايه يستووا اسرع. وعلى فكرة ممكن في البيت لو في وقت نحطهم زي ما هما كده مع حبة زيت وملح وفلفل وفص تومة، وندخلهم الاير فراير او الفرن لحد ما ايه ما يستووا، برضو دي ممكن. كده توما وبعدين البصلة، كل ده بيساعد ان هما يستووا. مش هحط الكوسة دلوقتي، هسيب الكوسة ايه بعد 10 دقايق ما احط البطاطا والبطاطس. كده حطيت البصلاية، هحط بقى الكزبرة ورشة الكمون. الريحة جميلة جدا، تنفع سلطة البطاطا بالبطاطس السخنة والله. رشة الكمون، رشة صغيرة الكزبرة، ونقلب. معانا الأستاذة منار، طبعا النهارده يوم الأحد أول الأسبوع، دايما بنستقبل مكالمة من الأستاذة الجميلة منار أخصائية الجو، فاتفضلي كده الأرصاد الجوية، اتفضلي معانا. ازيك يا حبيبتي؟ صباحك فل إن شاء الله. صباح الفل عليك. الحمد لله. احنا طبعا يمكن النهارده هنحس بتحسن في الأحوال الجوية، كميات الأمطار هتقل. احنا الأيام الماضية أمس وأول أمس كان في حملة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقطت الامطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد، ويمكن كانت اكثر المحافظات تاثرا بالامطار كانت المحافظات الساحلية تحديدا في محافظة مطروح. ده نتيجة منخفض جوي كان متعمق في طبقات الجو الارضي. اليوم هيستمر معانا فرص الامطار لكن بكميات اقل عن امس او اول امس، هتكون امطار ما بين المتوسطة الى الغزيرة والرعدية احيانا على محافظة مطروح، تمتد اقل للمحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط خفيفه المتوسطه، وتمتد خفيفه للمناطق من جنوب الوجه البحري مدن القناه مناطق من حلايب وشلاتين. لكن كل ما اتجهت للداخل كل ما كميات الامطار كانت اقل وتاثير المنخفض الجوي كمان بيقل. مع تساقط الامطار المتوقع اليوم هيكون كمان في انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 26 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء الخريفيه المعتدله تماما فترات النهار، الباردة إلى المائلة للبرودة فترات الليل. الأيام اللي جاية كميات الأمطار هتبدأ تقل أكتر، تنحصر فقط في الأماكن الساحلية. إحنا بنتكلم عن الأمطار المؤثرة هتكون أكتر في الأماكن الساحلية، والأجواء هتكون أجواء خريفية مع قيم درجات حرارة كمان خلال الأيام اللي جاية فترة النهار هتزيد. يعني إحنا مع منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى هتزيد وتوصل ل 27 درجة مئوية، فبالتالي هيكون في استقرار في عودة لظهور الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل متأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستوصفات المائية، طبعا هتسبب انخفاض رؤية أفقية على الطريق. مهم بس احنا على مدار هذا الأسبوع كله ناخد بالنا من نوعية الملابس، الأمطار المؤثرة في الأماكن الساحلية، فلو حتى في أمطار في المحافظات الداخلية مش مؤثرة بشكل كبير. ناخد بالنا بس لازم الملابس تكون ملابس خليفيه لو بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فتره الليل متاخر معانا جاكيت واحنا خارجين. مهم كمان في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار اللي هي المحافظات الساحليه، مع سقوط الامطار نبتعد عن اعمده الاناره وتشكيل الكهرباء والحلقات المعدنيه، وكمان القياده تكون بالتوقيتين فتره الصباح الباكر مع الشبوره المائيه او حتى مع تساقط الامطار في المحافظات اللي عليها امطار مؤثره بشكل.
شكرا جدا. بس قبل ما نقفل معاكي بس عايزه اقول لك على حاجه، انت بتاكدي ليه ان انت مش عايزه يبقى في امطار؟ ده الامطار دي حاجه حلوه. لان احيانا الامطار ممكن تسبب مشاكل في بعض المحافظات، يمكن احنا شفناها. اه بس الايام دي الامطار خفيفه مش قويه، يعني امبارح كان مطر خفيف. امبارح كان في بعض الاماكن المطر كان خفيف مش مؤثر بشكل كبير في المحافظات الداخليه، لكن كان عندنا في بعض المحافظات الساحليه كانت امطارها غزيره وسبب تجمع مياه الامطار في الشوارع، يمكن عطلت بعض الامور. كانت مضره اكتر منها مفيده يعني قصدك؟ بالظبط. فعلى حسب كميات الامطار احنا بنقول امطار تبقى معاها اجواء خريفيه ولا هي مؤثره، فممكن تسبب بعض الازمات في الطريق او بعض الازمات عند بعض المواطنين. شكرا ليك يا حبيبه قلبي كده، وصباحك زي الفل. بنشكرك على المعلومات الجميله اللي انت بتديها لنا كده كل اسبوع، بنبقى عارفين الاسبوع ماشي ازاي. وفعلا الاسبوع اللي فات كان الجو برد شويه كده، يعني الويك اند كان برد، امبارح كان برد جدا بالليل، فالنهارده كمان الصبح كان برد قوي. فهي بتقول كده ان درجات الحراره هتبتدي ترتفع شويه الاسبوع ده، نخلي بالنا من لبسنا، نشرب حاجات سخنه كتير، نشرب ليمون، نشرب ينسون، نشرب الحاجات اللي اولا تظبط زورنا وكمان بتهدي الاعصاب وبتخلي على طول كده الجسم عنده طاقه ونشاط. نطلع فاصل، هنرجع بعد الفاصل هتكون البطاطا والبطاطس والبصل والثوم مع حبه الميه اللي انا حطاهم والتوابل اللي هو كانوا كمون وكزبره وملح وفلفل مع سمنه بلدي، خلاص كده ايه استوت، هنحطها في الجلاش وندخله الفرن. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى البطاطس والبطاطا والبصل، وحطيت الكوسه كمان مع الثوم، فص توميه، ملح وفلفل، كزبره، كمون وسمنه بلدي، كل ده. والبطاطا والبطاطس خلاص طريوا بقى، حلوين جدا جدا اهي، شايفين بقت عامله ازاي، لذيذه قوي. طيب الكوسه زي ما انتم شايفينها كده انا بحبها بالطريقه دي، وهي اصلا ما بتاخدش وقت في السوى. طيب هبتدي اعمل ايه، اشيل بس السوائل احطها كده. شايفين؟ بس كده خلصنا، خليها هنا بقى كده لحد ما تتشرب هنا ميتها خالص، ونبتدي نقفل الجلاش. نحط له سمنه وزيت كده عشان يبقى طالع طري ومورق في نفس الوقت. وطبعا الخضار ده هيطرى اكتر من كده شويه، لان هيقعد تقريبا نص ساعه في الفرن تقريبا، يعني هو احنا ايه بدا ربنا هو يلحق يستوي معانا. بس انتوا شفتوا الفكره، يعني انتوا شفتوا انا عملت ايه. هحط حتى عليه على طول كده البيض واللبن، طبعا خلاص عرفنا الجلاش اللي يتبقى منه بنستخدمه في حاجات تانية. نعمل كده كده اهو، نقفل. بس انا خلاص ايه هحط له واحدة بس كمان. هحط له واحده بقى تخلي الشكل ايه حلو.
بس كده. هقطعه بقى بالسكينة. كده اهو. سكينة حامية اهم حاجة عشان ما ايه ما تبهدليش الورق. معانا مدام فاطمة. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل. في الدنيا كلها. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ صباحك زي الفل. صباحك زي العسل. اخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. إيه؟ تمام يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. ايه الحلاوة والجمال اللي على الشاشة ده؟ شكرا. شفتي الجلاش اخباره ايه؟ الحمد لله تمام والله. انت اللي عاملة والحلويات اللي انت بتعمليها الجميلة. يا حبيبتي شكرا. ايه الاخبار؟ شكرا ليك يا حبيبتي. قولي لي، مش عايزه تسألي على حاجه؟ لا تسلمي والله. طب انا بتفرج عليك ومتابعاك. طب ايه رايك في الجلاش اللي بالبطاطا والبطاطس بتاع النهارده؟ جميل جميل تحفه. هبقى اجربه واصور لك الطريقه. ايوه جربيه وصوري لي الطريقه. انا عماله اقول لكم صوروا لي، بس انتوا بتبعتوا لي والناس بتكسل تصور. صوروا. لا 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 هصور لك الطريقه. حاضر ماشي يا حبيبتي. ماشي شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا يا مدام فاطمه. بصوا بقى، بقيت الجلاش اهو حطيته اهو زي ما هو، بيتحط في الفريزر او ممكن نستخدمه في اي حاجه تاني بعد بعدين. ممكن نحط عليه حتى المهلبيه اللي احنا عاملينها النهارده. طيب عندنا وصفه جميله جدا، وصفه البطاطس اللي بالزبادي. عايزه اقول لكم خفيفه ومن الحاجات الجميله ومشبعه ومغذيه. بصوا فيها كميه خضار حلوه قوي، فيها خيار، بقدونس وشبت، فيها بطاطس، فيها فلفل اسود وعصير ليمون وبشر ليمون، لو عايزينها سبايسي فيها تشيلي فليكس وتوم مفروم وحبه كمون وطبعا الزبادي. طب احنا محتاجين ايه؟ احنا جايبين بطاطس سلقينها. طب بعد لما بنسلقها بنعمل فيها ايه؟ بنجيبها كده ونسلقها. خلاص نشيل الحاجات دي كده. بعد ما بنسلقها ممكن اقطعها نصين الاول عشان تبقى سهله عليا. بسلقها كده بقشرتها. طبعا القشره بتتغسل بفرشه الخضار كويس جدا جدا، ماشي، عشان تبقى سهله وتبقى نظيفه بقى واحنا بناكلها. هنعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص بحط عليها زيت وملح، فلفل اسود مجروش، بتديها طعم حلو قوي. انتوا عارفين طبعا قد ايه انا ايدي قويه جدا. ما لقيتش اهو، بس كده خلاص كده زي ما هي كده. بص شكلها عامل ازاي. هنحطها في الفرن بس كده. نحط معاها كده، تديها طعم لذيذ قوي، وزيت زيتون. في هنا حبة كمون هحط. رشة اي حاجة احنا عايزين الفليفرز بتاعتها تبقى حلو. الفلفل الاسود مهم جدا، بالذات لو مجروش كده، مهم جدا، بيدي طعم وحلاوة للبطاطس حلوة قوي. خلاص كده حطينا كمون، وحطيت عايزة احط بس رشة ملح، وحطيت فلفل اسود مجروش، رشة ملح، زيت زيتون. هدخلها زي ما هي كده الفرن. طيب عقبال بقى ما تطلع من الفرن عندنا ايه نعمله دلوقتي؟
هحط الخيار. نعمل الاول الدريسنج. الدريسنج عباره عن زبادي وطحينه، عصير ليمون، بشر ليمون، تشيلي فليكس، ثوم مفروم. خلاص هو ده الدريسنج بتاعنا، طبعا احنا عارفينه، بس هو بقى مع البطاطس والخيار والشبت والبقدونس مدي طعمه مختلف خالص. هحط معلقه طحينه كبيره على كوبايه الزبادي. طب احنا حاطين اكتر من كوبايتين زبادي، هحط معلقتين طحينه، يبقى معلقه الطحينه على كوبايه زبادي. خلاص دي المقادير المظبوطه ليها. انا حطيت فص تومه اهو، عصير ليمون، رشة كمون خفيفة، رشة بشر ليمون هتديها مزازة حلوة قوي، التشيلي برضو واحدة كده، نقلب خيار، شبت، بقدونس ونقلب. مفيش زبادي تاني؟ طيب لا خلاص. هنحط بقى البطاطس، طبعا دي انا شوياها عشان بتاخد على الاقل 25 دقيقه عقبال ما بتدينا اللون الحلو ده. بطاطس مع كل الكميه دي، يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ حطينا زبادي، معلقه طحينه على كوبايه الزبادي، يعني هنا حاطه كوبايتين زبادي في معلقتين طحينه، فص ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، وعصير ليمون لو عايزينها سبايسي بتحطوا تشيلي فليكس، وكمان شبت وخيار وبقدونس والبطاطس المشوية. هنقدمها بالطريقة دي. عايزة اقول لكم طعمها لذيذ جدا جدا. نحط كده. واحدة في النص بس. كده خلصنا. قبل بس ما نطلع فاصل عشان الجلاش يلحق يستوي، هطلعه بس احط عليه البيض واللبن وادخله تاني. بصوا هو ايه اتحمر شوية، فانا عايزاه يستوي بصراحة اكسب اي وقت، لان انا دخلته متاخر شويه. زي ما هو كده وهدخله الفرن. خلاص نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى خلصت دي، نعتبرها خضار ناكله كده، نعتبرها نحط عليها شويه ميه مغليه اكتر فتبقى شوربه، يعني اللي انتوا عايزينه. ده من بواقي حشوه الجلاش، عباره عن بطاطا انا شوحتها بالسمنه والزيت وحطيتها معاها ملح وفلفل اسود، حطيت كمان معاها بطاطس، حطيت كوسه، بصل، ثوم، كمون وكزبره، وكمان حطينا حبه بهارات. خلاص قلبناها كويس جدا جدا جدا، بقت بالشكل ده. فممكن ناكله باي طريقه احنا عايزين. عايزه اقول لكم ريحه جميله جدا، يعني ريحته لذيذه قوي. هحطه كده في طبق ونقزقزه كده بقى وهو سخن، حلو وجميل وبيدفي. عايزه اقول لكم بقى ممكن زي ما هو كده نضربه في الخلاط، نحط عليه حبه لبن صغيرين قوي مع دقيق، وتبقى شوربه خضار تقيله شويه وجميله في نفس الوقت. يعني ممكن ليه كذا فكره، كل واحد يشوف الفكره اللي تناسبه ويعملها. خلاص كده
طيب عندنا ايه بقى دلوقتي؟ عندنا كريب. انا قلت لكم في اول الحلقه كانيلوني هو كريب. الكانولي بيبقى اصغر شويه، فده كريب بحشوه المهلبيه اللي بالكاكاو. عايزه اقول لكم جميل جدا جدا، والاطفال هتتبسط بيه قوي، وجايبه معاه موز. طيب محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نشا سكر، بودره كاكاو، وهنا جوز هند. عملت الكريب بقى عشان مش هقعد اعمله، احنا عملناه كتير جدا مع بعض. حبه لبن وموز. خلاص. طيب هجيب كده الكاسوريلا احط فيها اللبن، احط فيها معلقتين نشا، من معلقتين لثلاثه على حسب الكميه اللي احنا عايزينها. انا هحط معلقتين واحط كمان كاكاو. كاكاو لو مش مسكر هنحط سكر، طب لو كاكاو مسكر خلاص مش محتاجين سكر. الاطفال بتموت في مهلبيه الكاكاو دي، بتحبها جدا. انا عايزه ويسك بس لو سمحت. لا لسه ما تقلقيش، لسه بقى. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في المهلبيه دي. انا عندي طبعا عامله واحده جاهزه اهي وجمدت اصلا هنا، هعمل كده. ممكن احط، ممكن احشيها بموز وممكن لا. انا بحب قوي المهلبيه اللي بالموز دي، بطعمها حلو قوي، فانا هحشي بموز وهعمل شويه من غير موز خالص. اوعوا ترموا قشر الموز. خلاص دي استخدامات كتيره جدا هقول لكم عليها في وصفات الجمال. كده هعمل كده وبعدين اعملها كده. ده شكل، يعني شوفوا انتوا عايزين تعملوها ازاي. ده شكل خلاص، نقرمشها. طب نعمل واحدة قرمشة لما نطلع فاصل ونرجع، هجيب طاسه الكراب ونعمل واحدة. ماشي، في ناس عايزينها مقرمشة، انا كمان بفكر اخليها مقرمشة. طيب هنعمل دي كده، دي سادة ومليانة بقى ايه، مهلبية. خلاص دي بقى طلب ايه بقى، اكسترا مهلبية اكسترا موز. ايه رأيكم؟ الطلبات اهو اكسترا قرمشه. انا هعملهم وبعدين ايه هقرمش اتنين تلاته كده هوريكم ازاي بزبده كده. ليه بعمل ناحيه الموز حته واحده، ناحيه واحده، عشان لما نيجي نقفلها تبقى سهله. خلاص دي مليانه موز ومليانه مهلبيه شوكولاته. نعمل واحده بقى بالكاكاو، نعمل واحده بقى محشيه مهلبيه كاكاو وجوز هند للناس ايه محبي جوز الهند بالكاكاو. مين بيحب جوز الهند؟ خلاص يبقى احنا كده عملنا واحده ساده، واحده بالموز، واحده اكسترا كاكاو مهلبيه اكسترا موز، واحده بالكاكاو وجوز الهند. دي بقى هتبقى ايه؟ دي موز كاكاو جوز هند. خلاص شكلنا كده هنطلع فاصل. ايه رايكم اخلص دي ونطلع فاصل عشان نرجع ايه نلحق نقرمش لنا واحده كده قبل ما اقول لكم باي باي. يلا بينا نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا.
رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. بصوا بقى قلت ايه، اقرمش شويه كده عشان الناس اللي عايزاه مقرمش. حطيت زبده، شويه سكر خفيف قوي، خلاص، ونحطه كده. يلا نعمل واحده كمان. بصوا عملت ايه، حطيت المهلبيه كده في النص. طبعا ممكن نعمله اي شكل انتوا عايزين. الموز بقطعه رفيع قوي عشان وانا بقلبه رول ما يضايقنيش. الله الله الله، بصوا بقى، بصوا الجمال، شايفين؟ ولا مزاج برضو يعني. وهنعمل واحده كده بقى ايه، فكرت فيها دلوقتي. واحد وهو بيشتغل كده ممكن تجيله افكار بتبقى احلى من اللي هو اصلا محضر لها، وهو ده الحلو، ان الواحد كده وهو قاعد يجيله افكار كده تانية يشتغل بيها. ما تقلقيش. نعمل كده، مع مكعب زبدة، دي خلاص كده. هنحط الموز مع الزبدة كده وحبة السكر. بصوا بقى، شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ بصوا حلوة جدا. ماشي، هجيب بقى ثانية التانية دي واقطعها كده برضو. ممكن نحط على الموز ده حبة قرفة كمان. يلا ايه رايكم؟ وهي مقرمشه كده وحلوه، جميع الاذواق، اللي عايز مقرمش هياخد، اللي عايز ايه ساده من غير زبده ولا سكر موجود. شويه الموز المكرمل ده طعمه تحفه. الله الله الله، شايفين شكله تحفه وطعمه خطير. رشة صغيرة قوي كده بس. كده خلصنا حلقة النهاردة، عملنا وصفات جميلة جدا من الحلو، عملنا كريب محشي مهلبية الكاكاو، وعملنا واحد مقرمش واحد لأ. من بواقي الجلاش عملنا خضار، طبق خضار جميل جدا سخن زي ما انتم شايفين. الكومنتات. طيب يلا يلا بينا، انا كنت حنسه. عملنا كمان سلطه جميله جدا من الزبادي والطحينه مع البطاطس المقرمشه في الفرن، اللي حطيناها معاها زبده، خلي بالكم، او زيت زيتون مع زبده، رشه ملح،
فلفل مجروش بيخلي طعمها تحفه وشكلها كمان لذيذ قوي. وكمان رشه كمون حطيناها في الفرن وقلبناها مع الخيار والشبت والبقدونس والزبادي والطحينه وفص الثوم المفروم، عصير الليمون، بشر الليمون هيخلي طعمها حلو قوي. بشر الليمون ده اهو كده، والتشيلي فليكس. خلاص نطلع بقى الجلاش من الفرن. فين ال فين الفوطه؟ انتوا خدتوها؟ خدتوا الفوطه من هنا؟ طب مش عارف. طب انا عايزه الفوطه لو سمحتوا، او جلافز سيليكون. انتوا سامعيني؟ انا عايزه فوطه او جلافز سيليكون بس عشان اشيل الجلاش. شكلها بيشهي، عارفين الحاجات لما يقولك شكلها بيشهي؟ اهي دي شكلها بيشهي وهي مقرمشه كده عايزه تتاكل. دي بقى عايزه تتاكل بالشوكه والسكينه، انا في حاجات كده احب ادلع نفسي فيها. يا دي عايزه تتاكل بالشوكه والسكينه، هوانم كده وبهوات. طيب بصوا انا هوريك الجلاش، بس هو لسه قدامه شويه، بس هتشوفوا الفكره بس بتاعته. خلاص وهدخله تاني الفرن على طول. بصوا عليه كده، هو في جزء قرمش وجزء لسه، هو استوى بس لسه عايز يقرمش من بره. بصوا شكله عامل ازاي، شايفين؟ طعم جدا على فكره، طعم البطاطا مع البطاطس والكوسه هتخلي طعمه حلو قوي. انا هدخله الفرن بقى، ناخد بقى الكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي بستناها بصراحه. يلا مهلبية البطاطا. ده سفرة، ده كلام سفرة الجميل، بنات سفرة. لا انا مش شايفة طبعا. نضارة، انا عايزة نضارة. لا معلش كبروها لي شوية. نرمين محمود ما شاء الله عليكي، أميمة تسلم ايديكي. لا تسلم ايديكي بس، انا شايفه كلمتين تانيين. ايوه تسلم ايديكي يا شيف وقلب احمر، ماشي. ايوه والله ما شايفه، شايفه القلب الاحمر. نرمين محمود تسلم ايدك يا حبيبتي. واللي تحت ايه، اليان إيه كاتبه لي ايه بقى؟ تحفة، تسلم ايدك يا شيف، قلب احمر. يوسف قلوب قلوب حمرا كتير. ومحمد عبد المؤمن واو، تسلموا لي يا حبايب قلبي. وبوسات بوسات بوسات بوسات. وانا كمان ببعت لك احلى بوسات بالدنيا. شكرا على كميه الحب الجميله دي، والله انا مبسوطه بيكم قوي. وبعملوا الوصفات انتوا بتقولوا لي بنعملها، طب صوروها، صوروها عشان ننزلها لكم على الشاشه وتتبسطوا اكتر ونتكلم عليها اكتر. كل واحد كمان ممكن يقول تجربته يعني في الكومنت، انا عملت الوصفه طلعت حلوه، لا دي باظت مني بحاجه شويه، لا يا غاده الوصفات الحمد لله المقادير مظبوطه. يعني اشرحوا التجربه بتاعتكم في الكومنت واحنا هنقراها كلها يعني. تمام، انا شخصيا بقعد افلترها كده انا ولاء، وبنشوف البوستات بالكومنتات عشان ننزلها لكم على الشاشه عشان كلكم تتبسطوا. النهارده عملنا وصفات جميله جدا، عملنا كريب بمهلبيه الكاكاو زي ما انتم شايفين كده بشكلين مختلفين، عملنا الخضار الباقي من الجلاش، وعملنا كمان سلطه الزبادي بالبطاطس. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي.